الحاج عامر حسين قال ايضا مباراه الاهلي والاسماعيلي بحضور جماهيري. تمام. الحقيقه برضو الخبر اللي عايز اقوله لحضراتكم او الخبر ده استوقفني شويه. كابتن علي ابو جريشه قال خاطبت احمد دياب بفاكس رسمي لنقل مباراه الاهلي للاسماعيليه. طيب مبدئيا وحتى الوقت اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده وانا على الهواء انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل كمان خمس دقائق، ما اعرفش كمان دقيقه ايه اللي هيحصل. حتى هذه اللحظه معلوماتنا ان النادي الاسماعيلي لم يبعث باي فاكسات رسميه لرابطه الانديه لنقل مباراه الاهلي والاسماعيلي او للعب مباراه الاهلي والاسماعيلي على الاسماعيليه. ده مبدئيا. تاني حاجه او تاني اساس عايز اتكلم عليه ان النادي الاهلي ليس له علاقه من قريب او من بعيد بهذا الامر. ان يكون عندك اسطوره كبيره في اسماعيليه زي كابتن علي ابو جريشه ده شيء رائع جدا جدا، والكابتن علي الحقيقه لما بيقول حاجه انا متاكد ان فيها شيء من الصحيه، ولكن انا اللي بقوله لحضراتكم دلوقتي ان المعلومه اللي عندي ان حتى هذه اللحظه ما فيش اي فاكس رسمي وصل لرابطه الانديه بهذا الامر. فالاهلي ملوش علاقه. الاهلي ما بيتدخلش في هذه الامور. زي ما حضراتكم عارفين وقلنا الكلام ده 100 مره على شاشه قناه النادي الاهلي، الاهلي يريد ان يلعب في اسماعيليه، اذا كان الامن رايه كده انا عندي بكره الصبح اروح العب، ما عنديش مشكله. والكلام ده اتقال واتقال بصفه رسميه واتقال بصفه وديه واتقال على الشاشه في كل حته. النادي الاهلي ليس له علاقه بهذا الامر من قريب او من بعيد. مش عايزين ندخل النادي الاهلي طرف في هذا الامر، مش الكابتن علي طبعا، الكابتن علي يعلم هذا تماما، لكن انا بتكلم على الباقي اللي بيتكلموا اللي على السوشيال ميديا يقول لك الاهلي مش عارف، الاهلي ما بيخافش من حد يا جماعه. صدقوني الاهلي ما بيخافش من حد. الاهلي من احلى المباريات اللي عملها النادي الاهلي عملها في اسماعيليه. النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله، ولكن كل الامور دي ما تبقاش في ايد النادي الاهلي ولا حتى اتحاد كره القدم ولا حتى الرابطه. ولا حتى الرابطه، الامور دي دايما بتبقى امور امنيه ملهاش علاقه بكل المسؤولين في المسؤولين في كره القدم، وقرارات الامن في النهايه هي التي يجب ان تحترم لان هم عندهم رؤيه كبيره ورؤيه اوسع لهذه الامور. الحقيقه ده خبر استوقفني انه احنا كل سنه نقعد نتكلم في هذا الامر، يا جماعه الاهلي ليس له علاقه بهذا الامر، الاهلي ممكن يلعب بكره الصبح في اسماعيليه ما عنديش اي مشكله.